خطيب مبين في الرد على من تلاعب بالدين في المجلس الثاني، وهو كتاب يرد على التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم لمفاهيم الحاكمية والجاهلية والجهاد والوطن، وبيان التصورات المغلوطة لها عند التيارات المتطرفة بالمقابل التصور الصحيح لها عند علماء الأمة، للدكتور أسامة السيد محمود الأزهري حفظه الله ونفعنا الله بعلوم الإسلام. احنا كنا قرأنا مقدمة وقفنا على قوله فجعل كلام أولئك الأئمة جميعا، اللي هي صفحة 23، صفحة 23 في الكتاب الوكالة. يعني سيد قطب جعل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن هذا كفر اعتقادي، كفر يخرجه من الملة، وبنى عليه أن كل بلاد المسلمين تحكم بما لم ينزله الله، يبقى الحكام كفار والحكومات كافرة والشعوب التي رضيت بهذه الحكام كافرة، فكفر الكل وخالف كل إجماع المسلمين أنه هذا كفر دون كفر، أن هذا كفر عملي وليس كفر اعتقادي، أنه معصية كسائر المعاصي، والمسلم لا يكفر بمعصية طالما لم يستحلها. سيد قطب بقى خرج عن قول الإجماع ده كله لأن لا شيخ له، ما متعلمش. سيد قطب كان ناقد سينمائي أدبي، راح أمريكا قعد سنتين رجع بقى مفسر للقرآن، معرفش إيه اللي حصل، ملوش مشايخ، فهمت إزاي؟ فكان شيخه إيه هواه، معرفش قابل مين هناك بقى في أمريكا غير فكره وبتاع، يعني دخل رجع على طول بقى مفسر للقرآن وكتب الظلال والمعالم، وتغير أسلوب حياته بطريقة يعني مفاجئة غريبة الشكل. فالرجل ده ما زال عنده سر في حياته لا يعلمه إلا الله، إيه اللي حصل له ما نعرفوش، يوم الأيام ربنا يكشف لنا ما شاء سبحانه وتعالى. فبيقول فجعل كلام أولئك الأئمة، يعني سيد قطب جعل كلام أولئك الأئمة جميعا محاولة لتحريف الكلم عن مواضيع. قال لك كل العلماء دول اللي قالوا إن كفر دون كفر ده بيحرفوا الكلم عن مواضيع، وهو الوحيد اللي بيفهم القرآن على مواضيع، يبقى البداية كلها سوء الظن بغيره وحسن الظن بنفسه، اللي هو موضوع خطبة النهار. أول ما تحسن الظن بنفسك إنك أنت اللي فاهم وغيرك مش فاهم، وتتهم الكل مش فاهم وأنت بس اللي فاهم، اعرف إنك أنت ارتكبت جرم كبير وأفساد كبير، والله لا يصلح عمل المفسدين. وعند التفتيش ما وجدنا لسيد قطب سلفا يسبق إلى هذا الفهم التكفيري إلا الخوارج. قال الإمام الآجري في الشريعة حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا المثنى ابن أحمد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله تعالى وأخر متشابهات، قال أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدي. ومما يتبع الحرورية اللي هو اسم الخوارج زمان كان يقولوا عمل الحرورية، عشان ظهروا في قرية هناك في جنب الكوفة اسمها حرور فنقصروا عليها. وممن يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني جعلوا الحكم بما أنزل الله ركن في العقيدة، وأن من لم يفعل ذلك يبقى كفر على مفهومهم لا على مفهوم الأمة. عشان كده حتى كفروا سيدنا علي، حتى كفروا الصحابة الكبار. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. ده كلام من سيدنا سعيد بن جبير. وسبب ذلك أن سيد قطب قد أعرض عن تجربة علماء الإسلام في فهم الوحي عبر تاريخ المسلمين. في ناس الوقت زي إسلام بحيلي وغيره يقول لك إحنا ليه نمشي وراء كلام العلماء والسلف، إحنا محتاجين فهم، نقرأ القرآن على طول ناخد، وعامل برنامج كل يوم يلخبط فيه الناس لأنه أصلا متلخبط وربنا يهديه، فهمت إزاي؟ فنقول له إيه؟ نقول له ما ربنا بيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. القرآن بيقول لنا لو أنت مش فاهم حاجة روح للاستنبطونها وهم يفهموه، هو عايز يخلي كل واحد يقرأ القرآن يستنبط مباشرة، ودي الفوضى الفكرية بقى. ها
هل كل واحد مؤهل لفهم القرآن؟ إذا كنت أنت عشان تستنبط حكم من القرآن محتاج آلات كثيرة جدا قبل أن تستنبط الحكم. هذه الآلات أولا علم اللغة والأدب والبيان، علم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم الحديث النبوي والسيرة النبوية وحكم الصحابة وفهم السلف، واخد بالك زي، وبعد كده إدراك الواقع اللي أنت فيه كمان المتغير، وإنزال الآية على الواقع من أدق الأمور كما قال القرافي، إن إنزال الأحكام على الواقع دي من أدق الأمور لا يدركها إلا فقيه موفق، لأنه ممكن يجيب لك الحكم، واخد بالك إزاي، وما يدركش الواقع وينزله على واقع غير مناسب له، فهمت إزاي؟ فكل دي المشكلة اللي بيحصل. وتجاهل مناهج الفهم عندهم، بل جعل النتاج الفكري لأمة الإسلام ثقافة جاهلية. يعني جعل النتاج الفكري اللي هو إيه؟ اللي هو يسموه التراث، التراث اللي إحنا واخدين. الإسلام بحير يعني طول النهار يقول تراث منتن، تراث تراث لابد أن يلقى في الزبالة، يقولها كده بلغة في الزبالة. التراث بتاعنا نلقيه في الزبالة. علم الإمام الشافعي لا يلقى في الزبالة. علم الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الأئمة الكبار اللي هنقعد نتردى عليهم اليوم القيامة اللي أجمعت الأمة على جلالتهم، يجي لنا واحد في آخر الزمن ما تعرفش جايب شهادة منين ومين اللي علمه ومين شيخه، وحديث السن متملي، النبي يقول لك يا حداث الأسنان، يعني قليل الخبرة قليل العلم ومتسرعين، أدي معنى حداث الأسنان، قلة علم وقلة خبرة وتسرع، ويقول لك إلقوا ده كله بقى في سلة المؤمنين، يا ريت حتى بيقول ايه وسلة المؤمنين، يقول لك في الزبالة كده، يعني حاجة يعني ألفاظ حتى وقحة، المفروض إن هو يعني الإنسان المسلم يعني يتأفف إن هو يتخرج من فمه. وعلى شكر بيقول لك هنا وتجاهل مناهج الفهم عندهم، بل جعل النتاج الفكري لأمة الإسلام ثقافة جاهلية. يعني سيد قطب قبل الإسلام بحيري جعل كل النتاج الفكري للتراث ده ثقافة جاهلية. ليه؟ لأنه أيّد الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله على مر العصور، يبقوا دول كلهم جاهلين. فهمت إزاي؟ فقال، ده كلام سيد قطب بقى نقله من الزلال، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومرابع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا إسلاميا هو كذلك من صنع هذه الجاهلية. هذه الفقرة من معالم في الطريق صفحة 17 و18. فعزل نفسه عن مناهج أهل العلم في فهم القرآن، وذهب يجهد نفسه في فهمه معتمدا على حدسه تخمينه، يعني الحدس هو التخمين، وحسه الشخصي وتصوراته الخاصة، حتى قال في أوائل كتابه اللي هو التصوير الفني في القرآن، ودخلت المعاهد العلمية فقرأت تفسير القرآن في كتب التفسير وسمعت تفسيره من الأساتذة، ولكنني لم أجد فيما أقرأ أو أسمع ذلك القرآن اللذيذ الجميل الذي كنت أجده في الطفولة والصبا، وآسفاه لقد طمست كل معالم الجمال فيه فخلى من اللذة والتشويق. ترى هما قرآنان، قرآن الطفولة العذب الميسر المشوق، وقرآن الشباب العسر المعقد الممزق، أم أنها جناية الطريقة المتبعة في التفسير؟ وعدت إلى القرآن أقرأ في المصحف لا في كتب التفسير، وعدت أجد قرآني الجميل الحبيب وأجد صوري المشوقة اللذيذة. يعني إيه؟ ترك كل أساتذة التفسير وبدأ يقرأ القرآن ويكتب انطباعاته بدون ضابط. عشان كده يعني إيه، لا نستطيع أن نقول إن هو يعني إيه كتاب تفسير، هو قال في ظلال القرآن، في ظلال القرآن ده مش تفسير. يبقى دي انطباعات إنسان ليس لا يملك أدوات الفهم. والعجيبة إن أنا كنت زمان لما كنت طالب في الكلية وكانوا يعملوا حلقات، الإخوان دي يعملوا حلقات في الكلية ونقعد نقرأ، إيه كل واحد يقرأ له آية من القرآن، يجي اللي مسؤول عن الحلقة يقول لكل واحد فينا انطباعك عن الآية، نفس الأسلوب، هو بتاع سيدي. طب وإحنا طلبة كلية الطب لا نعرف لغة عربية ولا درسنا في الأزهر ولا عندنا قواعد وكنا صغار في السن، أقول إزاي انطباعي في هذه الآية؟ يعني هستنبط منها أحكام؟ يكفيني تلاوتها، ولو عايز أعرف منها حكم أروح أسأل الناس المسؤولين، وكانوا بيربوا أبنائهم على هذه الطريقة. فهمت إزاي؟ يطرف ويقول لك انطباعك عن هذه الآية، ايه رأيك في الآية دي؟ وانا ليه رأي اصلا في الآية؟ الآية دي بالضبط زي ما يبقى ايه طبيب فتح عيادته وجاي له مريض، وبعدين يقول له والله بعد ما يسمع باشا كتب يقول له شوف قدامك سطر الأدوية دي كلها، اختار اللي يعجبك وخده في الوقت اللي يعجبك وفي المدة التي تريدها وان شاء الله احتفظ.
يبقى يقابلني لو خبر. هذه نفس الطريقة. انت المفروض تدي لكل حد الحاجة اللي تخصص فيها تسأله. فهمت بقى ازاي؟ هذه المسألة. انما انطباعك. ودي من ضمن الحاجات اللي نفرتني من فكر الاخوان من وانا حتى في الشباب في ايام ما كنا في الكلية. حكاية ان كل واحد يتكلم فيما لا يلي. حتى اني قلت لاحد اصدقائي الدكتور محمد الهادي دلوقتي هو استاذ رمض. كنا ساعتها طلبة بدفعة واحدة سنة ثالثة. قلت له احنا ليه بنقعد نتعلم القرآن من بعضنا وكل واحد يتعلم يعلم الثاني وفي الطب جايين كل الطب نتعلمه من الاساتذه. الطب اولى ولا القران؟ يبقى القران ناخده من اهل القران زي ما بناخد الطب من اهل الطب. والله قلت له هذا الكلام كنا في ثالثه طب. قلت له انا ما ينفعش انا مش هقعد الاعداد دي. احنا ندور على اساتذه في القران والسنه ناخد منهم زي ما احنا بنيجي الكليه ناخد الطب من الاساتذه. اشمعنى في الطب عايزين ناخده من بعضنا؟ في الدين وفي الطب ناخده من الاساتذه. طب ما نمشي حتى في من تلك اذا قسمه ضيزه. فاهم؟ فده لما ايه لما ابتدينا بالتدريب لحد ما ربنا دلنا على الشيخ محمد الحافظ التجاني وبنينا نقرا عليه بقى موطئ الامام مالك وبدا ينتظم بقى فكرنا ويعلمونا ايه القواعد الفهم بالتدريب حبه بحبه فربنا نجانا. فهو بقى ايه ارى التفسير تفسير القران لقاها ايه ما بتديلوش اللذه بتاعت زمان ايه اللي هي لما كان يسمع فيها قصه عقده الصباع والشاطر حسن ومش عارف شغل طفولي يعني. هو راجل اديب قصاص يحب الكلام المشوق وعايز يحملها حكايه. والقران ده كتاب عباده وعلم ووحي ما تدخلوش لا تدخله من دخله القصصي. الانسان اللي داخل يقرا كتاب عشان يسمع لذه وراحه نفسيه ومش عارف لا ده منهج حياه يوصلك الى الله فما تدخلوش بهذه الافكار الطفوليه يعني. لكن العجيب ان كان كلامه ده يعجب كثير من الناس ويقروا يقول لك يا سلام ما قريتش الكتاب الفلاني شفت السيد قطب بيقول ايه كان السيد قطب ده اوتي الحكمه. واخد بالك ازاي العجيبه يعني احنا شفنا اجيال كثيره كانت تحترم كل كلمه يقولها. ده حاجه شيء عجيب يعني. فهذا نص خطير يكشف من منهجيه عن منهجيه الفهم والتحليل والتعامل مع النص القراني وانه اعرض تماما عن جهود علماء الامه عبر التاريخ في خدمه النص القراني وفهمه وجعل نتاجهم العلمي جاهليا وصار يعول في فهم القرآن على ذلك الحس الجمالي المبهم المجمل الذي كان يجده في أيام طفولته دون المدارك العلمية الدقيقة المتقنة المحكمة التي تبلورت عند علماء الأمة عبر التاريخ للاستنباط من النص القرآني الجليل واستخراج معانيه الدقيقة. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعشان كده إيه برضو إسلام بحيري يقول لك يعني أسوأ تفسير للآية إيه اللي هي بتقول إيه واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول تأويل السلف لهذه الآية أسوأ تفسير إيه واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده المقصود بالذكر هنا هو أهل الكتاب السابقين اسألوهم عشان يقول لكم إن النبي ده مرسل باعتبار السياق. وزعلان قوي حكاية واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بيقول إن دي أكتر آية وسيء فهمها على مر العصور ويقعد يكررها كثيرا هذا الاسلام البحيري وانا ما اعرفش هو اسلام ولا مش اسلام. واخد بالك ربنا يهديه يعني احنا نتمنى له كل خير كما نتمنى لاولادنا والله ليس بيننا وبينه اي بغض شخص ولا بين اي انسان بغض شخص. نحن نناقش الافكار ولا نناقش الاشخاص لكن احنا نتمنى له ما نتمنى لانفسنا من حسن العاقبه وحسن الخاتمه والتوفيق والسداد والهدايه. والقاعدة هنا أن هناك إلحاحا من التيارات التكفيرية عبر الزمن على التأويل المنحرف لهذه الآية الكريمة وأنهم خرجوا عبر تاريخ الأمة في موجات تكفيرية متعاقبة تدور كلها حول الفهم المغلوط لهذه الآية اللي هو من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في مقابل إجماع علمي مستقر من أهل العلم عبر الأعصار على الفهم المستقر الصحيح لها حتى روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن ابن أبي داود كان يقول أدخل رجل من الخوارج على المأمون فقال ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله. يعني كان بيكفر المأمون والمأمون كان بيحكم بالقرآن برضه أيام الخلافة العباسية. فلما دخل على المأمون والمأمون كان راجل عالم يعني يحب يناقش كل إنسان بفكره مش بيستغل إن هو بقى يعني حاكم كبير يوم يقتله على طول لا. فالمأمون بيقول له ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال وما هي؟ قال قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ أنت لك علم أن الآية دي قرآن يعني منزل من عند الله؟ قال: نعم. قال: وما دليله؟ قال: إجماع الأمة، كل الأمة بتقول أن دي قرآن. قال: فكما رضيت بإجماعين في التنزيل فرض بإجماعين في التأويل. شفت بقى المأمون بيقول له إيه؟ فدي نقطة مهمة برضه، يدل على إيه؟ ثقافة واسعة للمأمون وإدراك إيه للمعاني الدقيقة. أنت أجمعت من إجماع الأمة إن دي آية، طب ما تجمع كمان مع إجماعهم في فهمه؟ كما أجمعت في التنزيل فرض بإجماعين في التأويل اللي هو الفهم يعني. وقال: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. تاب على إيده يعني، تاب على يده. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك التكفيري أشد التحذير. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه، وكان ردئا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، يعني في الفهم. والعجيب أن كل الفرق دي كانت تهتم بحفظ القرآن حفظ متين، وتعمل حلقات تلاوة وتعلم الناس ازاي ويدقق في الحرف والغنة والمد، وبعدين يتقن القرآن يوم يقوم الناس يصلي قرآن جميل ويبان عليه حلاوة القرآن، تقوم الناس ايه؟ تبتدي تأمن له، يوم يبتدي يطلع عليهم بفكر جديد ومش كافر جديد وبس، ويكفرهم ويقتلهم. فدي المشكلة بس، وده اللي حصل بالظبط. ايه الحديث كده؟ كأن النبي بيوصف حالهم، بيقول إيه؟ إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه، وكان ردئا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله. غيره يعني غير فهمه، لأن القرآن لا يغير لفظه، لأنه محدش يقدر يغير في القرآن لفظه، كل الأمة حفظه، لما غيره هنا في المعنى في الفهم. فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاري بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. هذا الحديث رواه البزار في مسنده، وحسن الهيثمي سند البزار، وابن حبان في صحيحه، وابو يعلى في مسنده. وقال ابن كثير عن سنده: هذا اسناد جيد. ورواه الطحاوي في شرح مشكل الاثار، والهروي في ذم الكلام واله، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري. وورد من حديث معاذ بن جبل، رواه الطبراني في مسند الشاميين، ويعقوب بن سفيان في المعرفه والتاريخ، وابن ابي عاصم في كتاب السنه، والهروي في ذم الكلام واله، وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة. وسيأتي مزيد شرح لهذا الحديث بعد صفحة. والأمة المحمدية لا تنحرف ولا تنجرف بكليتها إلى الكفر أبدا، كما يتصوره سيد قطب، وكما تتصوره التيارات والفرق الدينية المعاصرة التي تتبع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة محفوظة من أن تتحول إلى الشرك والكفر. فقد روى الإمام البخاري في صحيح من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. حتى قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: ومن خاف على أمة محمد ما لم يخفه عليها نبيها فقد جاء من التعسف بما لا يخفى. زي برضو الوهابية خايفين على أمة من الشرك، وقالين طول النهار يطلعوا الأمة مشركين وهم الموحدين، نفس القصة. فهمت إزاي؟ والنبي ما خاف علينا من الشرك، ازاي نشرك واحنا اصلا اول ايات حفظناها واحنا اطفال قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد؟ ازاي نشرك واحنا اول ما تعلمنا ناكل بايدنا ابونا يقول لنا: كل يا ابني بيمينك وكل بسم الله، واما تخلص اكل يا ابني قول الحمد لله. واحنا قبل ما نتكلم كنا نسمع، ومن قبل ما ترضعنا تقول بسم الله ما شاء الله، واما العيل ايه يتكرع ولا حاجه تقول له الحمد لله يا ابني. يعني كل احنا تربينا على ذكر الله اصلا منذ صغرنا، قبل حتى ما نعرف نتكلم ونعبر، فاختلط ذكر الله بكل ذره بجسمنا. فازاي هنشرك اصلا؟ ازاي ده الامه لو حاولت تشرك مش هتعرف، مش هتعرف، لسانها مش هيطوعها ولا قلبها هيطوعها ولا عقلها هيطوعها. وعشان كده النبي بيقول خلاص مش شرك واخاف عليه، هو خايف علينا من الدنيا والمناصب والمال والجاه وحب الرئاسه والتنافس على ذلك، هو ده المشكله. فهذا نموذج واضح لانحراف العقول في فهم القرآن، وأنه عند افتقاد أدوات الفهم الصحيح للوحي فإن العقول تلصق الأهواء والأفكار المنحرفة بكلام الله جل جلاله، وتحول دين الله من الرحمة والراحة إلى إراقة الدماء. ويبقى واجب العلماء بحق على مدى الأزمان أن ينهضوا بواجب وقتهم في بيان خطأ ما يتم إلساقه بالوحي الشريف من فهم مغلوط،
تنقية وصونا لدين الله من الأفهام البشرية الحائرة المتخبطة، ومسارعة إلى بيان المناهج السديدة في الفهم عن الله. وعامل مقارنة بين فهم سيد قطب للآية الكريمة في مقابل جماهير علماء الأمة من جيل الصحابة مرورا بأئمة العلم انتهاء إلى الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. فحاطط إيه؟ يعني عامل يعني جدول وعامل إيه؟ صف كده. علماء الأمة بجانب، والفهم التكفيري في جانب آخر اللي هو سيد قطب. ومن صار على نهجي بقى والخوارج اللي قبليه وكده. فبيقول ابن مسعود في علماء الأمة، وابن عباس والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وإبراهيم النخعي والسدي والضحاك وأبو صالح وأبو مجلس وعكرمة وقتادة وعامر والشعبي وعطاء وطاووس وأبو رجاء العطاردي وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري، ثم الإمام الطبري في جامع البيان وحجة الإسلام الغزالي في المستصفى والبغوي في تفسيره وابن الجوزي في زاد المسير والإمام الفخر الرازي في مفاتيح الغيب والإمام القطبي وابن جزي في التسهيل وأبو حيان في البحر المحيط وابن كثير في تفسير القرآن العظيم والألوسي في روح المعاني والطائي بن عاشور في التحرير والتنوير والشيخ الشعراوي في تفسير. تعددت مناهج هؤلاء الأئمة في فهم الآية الكريمة، وأرجح الأقوال عندهم أنها واردة بمعنى تشديد شأن المعصية وأنها كفر دون كفر، لكن لم يذهب واحد منهم قط إلى مثل ذلك الفهم المتطرف التكفيري الذي ذهب إليه سيد قطب. وكاتب بقى في الهامش بتاع سيد قطب: لم نجد أحدا قط سبق سيد قطب إلى فهم التكفيري إلا ما رواه الإمام الآجري في كتاب الشريعة من كلام سيدنا سعيد بن جبير أن الخوارج اللي هو إيه قالوا اللي إحنا قلناه في الأول، قرأوا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقرأوا معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربي فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت. ونقف على تحذير نبوي عجيب لرجل من أهل القرآن اللي هي حديث حذيفة اللي هو: ما أتخوف عليكم رجل، هيبتدي يشرحه شرح حذيفة الجمعة القادمة إن شاء الله.